أحييكم تحية الحق والعروبة، ليس أصعب من اختزال مجموعة من الأفكار والطروحات والقضايا والموضوعات في زاوية محدودة المساحة إذا كان الأمر يتعلق بأمة أو مستقبل أمة أو تاريخ أمة. كم نهون على أنفسنا وننحني ذلاً واستسلاماً ونحن نسمح للمعادين أن يعبثوا بالصخرة السورية التي تسد الطريق أمام سيول هي أشد خطراً على هذه الأمة. وكم يهون علينا وننحني ذلاً واستسلاماً ونرى الاتحاد اليوم لا يشاركنا في هذه الوقفة القومية الكبيرة ممثلة بالأمين العام. نقول للذين يسيرون في ركاب أمريكا وباركوا الهجوم التركي وبكثير من المحبة، كي لا تكونوا صنائع من ورق تجرون ذيول الذل على أشلاء شعب أبي افتدى أرضه بدمه، تخلوا عن حوار ضائع عن وعي أو منكم أو غير وعي، ولا تكونوا أدوات التنفيذ بيد هذا العدو الغاصب الذي يسعى للاستيلاء على الأرض والشرف والكرامة. هذا الاتحاد أو هذه الدنيا وهذا الاتحاد ليس هذا الاتحاد طوع البائسين، إنه محط الرجال الطامحين المبدعين. إننا نرفض الانتماء إلا لهذه الأمة ونؤمن بالمصير المشترك ونؤمن بأن قدرنا ووجودنا مرتبطان في هذه الأرض والدفاع عنها، لأنها بالنسبة إلينا الوجود. والسلام عليكم ورحمة الله.